شو البلدية من الحياة ما حاجة بادئ ببدء نشكر موقع هسبريس اللي حضر هنا اللي من خلاله غادي نوصلوا الصوت ديالنا وكذلك الى رئيس مجلس البلدي اللي تنقولوا ليه من هذا المنبر هذا كفى لقد بلغ السيلو الزبا يعني جميع العمال وصلوا لواحد المرحله واحد المآسي لا تتصور قالوا ما يسعوا علما بان جميع العمال تقريبا 10% هما اللي خدامين في هذا الميني بسادة 90% وصلوا لواحد المرحله يسعوا بل اكثر من ذلك الناس اللي كانوا كارين الديور وهذا راه ياخذوا لهم الديور ديالهم راه عام وشهر بدون راتب بدون اجر لذلك تنقولوا الرئيس المجلس البلدي كماشي على النائب ديالك انه في شهر واحد تبدا الخدمه وكما درتوا العقد مع الشركه انه في شهر واحد تبدا الخدمه راه ما نزيدوش معاكم اكثر من هذا الشيء هذا لذلك غنجيبوا ولادنا ونديهم للمجلس البلدي وابنوا قياطن تما راه الناس كاين اللي خرج بحالهم من الكرا راه كاين اللي تيسعى انت كنتي مريح تتاكل وداك الشيء الناس راه تتسعى ما لقات ما تاكل انا 30 عام وانا خدامه وحنا دابا شهر شهر عام وشهر وحنا جالسين كنعانيو حنا 37 مرة ولا 40 مرة فين غنمشيو لا خدمة لا ما لاقين حتى شي حاجة ما نديروه كنعانيو من كل شيء الكرا المصاريف الصبر الوليدات كيقراو الكريديات غارقين ما شنو غنديرو شنو غنديرو الناس راه ماتوا الناس ماتوا بالجوع الناس ماتوا بلا اله الا الله محمد رسول الله بطقيق الله يرحمه عادي الملوكي الله يرحمه عبد الرحيم بوكعوا عبد الرزاق الله يرحمه الله يرحم الجميع حنا عباد الله هذا المجلس البلدي فين باغي له حنا فين هذا المجلس اسيدي وعدنا بان شهر واحد نبداو نخدموا ونتخلصوا وها حنا بدون جدوى بلا نتيجه الطلب ديالنا هو اننا بغينا نخلص تخلصوا بغينا رزقنا وبغينا نخدموا بعض المصطلح هذا تنقول لك الو رباح واش ما كاينش في هذه المدينه هذه واش ما عالم على والو واش الناس عام وشهر ما تيدخلوا حتى جوج دريال واش ما في خبارك انت واش ما عايش معانا هاد الناس هادو راه هما اللي صوتوا عليك السي عزيز باش وصلوك واش نكرتيهم انا نحبسوا واحد فيكم نتوما غير شهر بلا اجره ويشوف باش يحس لا هذا عام وشهر الناس ما لاقيه ما تاكل راه حشومه راه كما قال لك الكاتب العام راه بركه راه ما بقاوش واخدين التهمه بان هذوك الناس راه الشعاره هما تيعطيوهم راهم ساكتين وراه يوم ياثروا راه يوم يسكتوا بنادم كان وعدنا بنهار واحد غادا تحرك ان شاء الله غادي يتحركوا الروايط في مدينه قنيطره غادا الشركه غادا دير انطلاقه تاعها ولا ما تحركات راه في دفتر التحملات غادي يخلص الخدامه وهذا الشيء راه مازال ما شفنا منه والو مازال تنقول لك الو السي عزيز الرباح فين كاين انت نحنا نجيو عندك فين كاين نتايا والسلام عليكم.